مرحبا مشاهدينا شوف تيفي الاوفياء قناة الشعب مباشرة من درب السلطان. صدفة كنتلاقاو مع هاد الشاب اسم ديالو حمزة اللي غادي يعاود لنا الحكاية ديالو حيتو بالشطابة كيشطب هنا في الزنقة وهذا باش يطلع النار ديالو الله يحسن العوان غادي يحكي لنا الحكاية ديالو. مرحبا سي حمزة. مرحبا خويا. تفضل سي حمزة احكي لنا كيفاش وصلتي لهاد كتشطب دابا في الزنقة. تنشطب هنا قدام حوانات ولا تنشطب هنا قدام حوانات هادي. تفضل تنشطب هنا قدام الحوانات. كيفاش الحكاية ديالك سي حمزة؟ الحكاية ديالي كنت بخير كنت نقرا هادي. كنتي كتقرا؟ وصافي وصلت للتاسع خرجت درت سونتر تكوين كنت خدام مرة تنخدم مرة تنبيع ونشري مرة هادي. وصافي دابا خرجت وليت ندير الشغل. داركم مع الوالد ديالك مع انا والوالدة الوالد والخوش وهادي الوالد توفى. توفى والله. كنا راهنين حكموا لنا بالافراغ. كنا راهنين. واحد بريطما. الوالد ما مسكين كان مرض ما بقاش يخلص. حكموا لنا بالافراغ. مشينا سكننا مع جدة. كنا في برنوسي سكننا مع جدة في الحي المحمدي. مدة شي 8 سنين. ومن تمايا من زاج جدة مسكينة شي 8 سنين وهي مسكينة ماشي 10 سنين. شوية مسكينة صافي. نادو الخوال هادي قال لك الدار مع صغيرة وهادي قال لنا تخرجوا علينا. وخرجنا دابا كرينا أنا والوالد وأختي. فوقاش كريجة؟ أنا دابا شي 3 شهور. 3 شهور دابا؟ هنا في درب السلطان؟ لا في حي محمدي. وكاري فهمتي وما لقيتش من ديك قلت لمن دايرة الشطيطة بعدا فهمتي. هي اللي دايرة فهمتي اللي. دابا لمن كتشطبها سي حمزة لمن؟ تنشطبها هنايا قدام الحوانات هنايا. هنايا قدام القهاوي تسخر ليهم هادي. وتعطيك درهم واحد 40 هادي وتدي معك واحد المصروف فهمتي. باش معيش شوية الحمد لله نقولوا الحمد لله. حاولتي تقلب شي خدمة سي حمزة؟ تنقلب وهادي ونوصي الناس نقول لهم لا كانت شي لعيبة هادي ودافع سيفية الشركة فهمتي وباغي ما كراش انا نبادي انا نبدل حياتي انا نخدم شي خديمة فهمتي مع البلدية مع الجماعة ولا باش نوصي الناس كنقلب ضروري. شحال دابا وانت كتخدم هاد الخدمة؟ مودة دابا تقريبا شي 7 سنين ولا 6 سنين وانا كنخدم بهاد الشطاب. 7 سنين؟ هي اللي باش معايش امي يمشي وهزاني انا. دابا في الاول كنت نصور داكشي اللي ما كنا كارين لا والو. دابا ولا عندنا الكرا ولا عندنا مسؤولية خاصني من الشهر الشهر نحط كارين 32000. من الشهر الشهر. انا اللي هاز الدار تنخلص الكرا وتنخلص المودة والصير. ما تقهرش اخويا بزاف عليا هادشي هذا. بغيت شي محسن يشوف ليا شي خدمة فهمتي كيما كانت. كتقلب على الخدمة؟ تنقلب على الخدمة وما كرهتش اخويا نخدم بغيت شي محسن يشوف ليا شي خدمة. باش نهز راسي انا ونهز واحد المهمة مسكينة عندي راه عيانة عندها 64 عام وانا خدام عليها. انت والوالدة دابا؟ انا والوالدة واختي. اختي مسكينة حتى هي مريحة مرة كانت خدام مرة هادي دابا مريحة. وانا اللي انا اللي الوالدة مسكينة مريحة انا اللي خدام عليهم. الحباب تيعرفوني هاد واحد تيروح عليا من هنا واحد من هنا واحد من هنا باش كديت انا فهمتي. ناكل شوية بالشطابة. شنو كتطلب دابا من الناس؟ كنطلب دابا شي محسن مسكين شوف لي شي خديمه ولا شي لعيبه. تخدم؟ شي خديمه. تخدم باش تهز الدار؟ باش نهز الوالده ونخلص كراه الله يرحم الوالدين هادشي علاش. هادي هي الحكايه ديالك. الله يحفظك. قلنا الرقم ديالك سي حمزه الناس اللي بغاو يتعاونوا معاكم محسنين. 06 هاد العواشر 06 27 59 12 41 06 27 59 12 41. كما شاهدتوا معنا مشاهدينا الكرام في هذه العواشر اللي بغى يتعاون مع هذا الشاب يشوف ليه شي خدمه يتعاون معاه في هذه العواشر جزاكم الله خيرا في هذه العواشر عواشركم مبروكه. شكرا لكم شكرا على المتابعه وشكرا على المتابعه والى مباشر اللاحق ان شاء الله.